حقيقه الحكومه جاهزه. انا قلت ذلك قبل شهر او اكثر من شهر على انه وزاره الماليه على وشك الانتهاء من اتمام مسوده الموازنه، وما اعتقد هي تاخذ اكثر من اسبوعين في مجلس الوزراء لاكمالها بشكل نهائي بعد عرضها على اللجنه القانونيه في الامانه العامه لمجلس الوزراء وايضا عرضها على مجلس الوزراء. فبالتالي كحكومه نعم جاهزين ان شاء الله لارسال الموازنه متى ما طلب مجلس النواب ذلك، ولكن تعرف قرار المحكمه الاتحاديه الاخير يعني واضح انه لا يمكن ارسال مشاريع وقوانين من الحكومه. فما اعرف حقيقه شلون نحل هذا الموضوع، يعني اما يكون هنالك استفسار من مجلس النواب باعتبار قانون الموازنه مرتبط بحياه الناس وله خصوصيه، وبالتالي هو ينطبق مع تفسيرها اللي وجهته الى رئيس الجمهوريه على انه قضيه الطعام والكهرباء والاشياء الضروريه المختصه بالناس او القريبه من الناس ممكن الحكومه مخوله حتى وان كانت حكومه تصريف اعمال بالصرف عليها. طيب سيد مجلس النواب استفسر، اذا ما ايد مجلس القضاء ذلك فنحن جاهزون ان شاء الله لارسال الموازنه. طيب سيد هيثم، بخصوص هذه الجزئيه، يعني هل اقرار البرلمان هكذا قرار في ظل الاوضاع السياسيه الحاليه هو امر ممكن، وخصوصا كما ذكرت ايضا بعد التفسير الذي قدمته المحكمه العليا حول حكومه تصريف الاعمال؟ يعني هذا ممكن يتم من نفس مجلس النواب، مجلس النواب يستطيع برئاسته ارسال كتاب يستفسر فيه عن خصوصيه قانون الموازنه، هل هو مشمول بذلك القرار باعتباره هو مشروع قانون او لا؟ لان الدستور افرد ماده خاصه بقانون الموازنه واليات التعامل مع هذا القانون، وبعد ذلك قانون الاداره الماليه رقم 6 لسنه 2019 ايضا ذكر تفاصيل اليات ارسال الموازنه. فبالتالي يعني هل ارسال مشروع الموازنه يتطابق مع التفسير الذي ارسل لرئيس الجمهوريه ام مع القرار الذي صدر من المحكمه الاتحاديه الاول والذي قال ان حكومه تصريف الاعمال ليس لها الحق بارسال مشاريع القوانين؟ يعني هذه الاجابه تاتي من المحكمه المختصه باعتبارها هي الجهه المخوله بذلك بتفسير مواد الدستور. اذا ما كان هنالك حقيقه يعني إباحة بذلك أو يعني مشروعية بذلك، فمثل ما قلت لك أن مجلس الوزراء جاهز لإرسال موازنة 2022. طيب سيد هيثم، مشروع قانون الموازنة العام الحالي الحديث يجري عن موازنة إصلاحية تتضمن وظائف أيضا، إلى أي مدى يمكن التوسع في هذه الوظائف التي ينتظرها ويتظاهر من أجلها المئات يوميا؟ يعني هل القطاع العام ما زال يتحمل مزيدا من الموظفين؟ صراحة القطاع العام اليوم يعني على كاهل الكثير حقيقة من الأعداد، مع يعني احترامنا وتقديرنا لمن يعمل في القطاع الحكومي، ولكن تعرف الزيادة اليوم اللي صارت في إيرادات الدولة هي قد تكون زيادة وقتية إذا لم نستثمرها ونحولها إلى تنمية مستدامة، وبالتالي هذه الزيادة اللي حصلت اليوم على أثر ارتفاع أسعار النفط هي ليست مطمئنة تماما حتى نستطيع اتخاذ قرارات فيها نفقات إضافية على النفقات الحكومية الأساسية، لأنه قد لا ما نعرف إذا أزمة روسيا وأوكرانيا انتهت أو العقوبات على إيران انتهت، يعني حتما أسعار النفط عرف هي عرض وطلب، بالأخير ممكن أن تنخفض مرة ثانية إلى أسعار بين 60 أو 70 دولار حسب ما متوقع ممكن أن تكون في الأشهر القادمة، وبالتالي يعني من الصعوبة زيادة النفقات لسنوات طويلة. أنت تعرف أنت اليوم اللي تعينهم هذه السنة مو بس هذه السنة تنطيهم رواتب، طيب يعني لسنوات طويلة أنت راح تدفع، وبالتالي لا يمكن لزيادة مؤقتة بالأموال أن تنعكس على يعني إطلاق عدد كبير جدا مثلا من الدرجات الوظيفية. ممكن يعني تثبيت بعض العقود باعتبار أن الفرق بين ما يتقاضوه الآن عقود وبين تثبيتهم ما راح يكون مبالغ كبيرة، أو ممكن بعض الدرجات المهمة حمل الشهادات اللي بهم قانون الأوائل أو بعض المهندسين النفط أو غيرها يعني التخصصية اللي ممكن أن يتحول حقيقة إلى موظف منتج. فبالتالي أنا ما أقول ممكن أن تغلق تماما قضية الوظائف، ولا يمكن أن تفتح بشكل كبير جدا بزيادة أعداد واستيعاب الجميع، لا يمكن استيعاب الجميع في موازنة واحدة، ولكن حتما هنالك اختصاصات مهمة، وقضية العقود اليوم أيضا يعني قضية مهمة حقيقة، يعني لابد من التفكير فيها. يعني العام الماضي 2021 رغم العسر الكبير اللي كان وانخفاض أسعار النفط، ولكن ثبتت فقرة 61 كان من قانون الموازنة
أنه اللي عنده 5 سنوات خدمة فعلية من العقود يثبت وفعلا ثبت ما لديه 5 سنوات فعلا. اليوم بعد وجود هذا الفائض يعني ممكن أنه تستخدم نفس الفقرة في موازنة 22. طيب احنا ننتظر يعني أحقية المجلس في إرسال هذا القانون، بعد ذلك حقيقة نبحث في تفاصيل اجد المبالغ الموجودة، ربما ستكون هناك آليات جديدة تتبعها الحكومة لمعالجة هذا ملف المحاضرين أيضا بالمجان والأجراء اليومين. طيب سيد هيثم، بعد مضي 6 أشهر من السنة المالية وفي ظل عدم تشكيل الحكومة الجديدة، هل الدعم الطارئ سيكون هو البديل إذا لم يتم تشريع الموازنة؟ يعني طبعا هو يعني حل اضطراري، وهو مثل ما سميته جنابك طارق، يعني هو الحاجة الفعلية إلى اليوم بسبب عدم وجود الموازنة، وأيضا بسبب يعني قلة التخصيصات باعتماد 1/12 من المصروف الفعلي للموازنة التشغيلية لعام 21، وهي غير كافية حقيقة لا بالنسبة لقطاع الكهرباء ولا لقطاع الغذاء ولا لقطاع إنتاج النفط. فبالتالي حتما هذا القانون اليوم هو قانون مهم، وسيرفع حقيقة الحرج عن الحكومة الحالية بقضية الاهتمام بالشرائح الفقيرة والشرائح المعدمة من الشعب العراقي. فهذا القانون مهم. طيب. وهو ارتباطه إذا أشوف في نهايته موجودة بأنه هو ينتهي صلاحية هذا القانون بإقرار الموازنة. يعني هو معناها الآن هو ما أقول بديل عن الموازنة، الموازنة لا بديل عنها لأنه فيها أحكام وفيها إيرادات واضحة وفيها نفقات واضحة وفيها عمومية وفيها شمولية، ولكن على أقل تقدير نعالج الوضع الراهن بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل ما تعرفون عالميا ومحليا أيضا، وأيضا قضية الكهرباء باعتبارها يعني ملف حاكم جدا ونحن نقترب على صيف حار، وأيضا الانتاج النفط الزائد باعتبار احنا كنا نصدر سابقا 1,900,000، اليوم نصدر 3,400,000 تقريبا راح يوصل في العراق، وبالتالي هذا الفرق أيضا يحتاج إلى تسديد كلف الانتاج للبراميل المنتجة للشركات العاملة في جولات التراخيص، وهذا كله يدفع على أنه لابد أن تكون هنالك أموال، والأموال الغطاء الوحيد إلها في الوقت الحالي هو قانون الأمن الغذائي المطروح الآن للتصويت في داخل مجلس النواب. طيب يعني كما تعلم البرلمان يعتزم إتمام قراءته قراءة ثانية، وبالتالي سيحرك جوانب اقتصادية أيضا، البرلمان سيمرر الدعم الطارئ في الجلسات المقبلة وفق المعطيات سيد هيثم، لكن هل يعني تضمن الحكومة أن الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية بالتالي لن يؤدي إلى إلغائه؟ يعني بالمناسبة احنا كل الاحتياطات في الحكومة ماخذيها، يعني بالتالي احنا حكومة وعلينا مسؤولية كبيرة اليوم، ولا بد أن نتعامل مع الواقع، يعني واقع قرار المحكمة الاتحادية هو أمر محترم، فبالتالي إذا ما تم إقرار القانون الحالي اللي هو مقترح قانون، وأنا أعتقد أنه مقترح القانون من الناحية الدستورية نعم موافق للدستور باعتبار أصل قرار المحكمة الاتحادية عندما أعطى صلاحية باقتراح القوانين ومنع 3 اتجاهات، قال مقترح القانون الذي فيها جنبة مالية من حق مجلس النواب أن يقترح هكذا قوانين، لكن شرط أن يأخذ رأي الحكومة. طيب. يأخذ رأي الحكومة، فبالتالي ما قال حكومة تصريف أعمال أو حكومة منتخبة جديدة وغيرها، فبالتالي ممكن مجلس النواب بعد القراءة الثانية حتما سيأخذ رأي الحكومة بالفقرات الموجودة في هذا القانون، وبالتالي إذا ما الحكومة وافقت أنا أعتقد سيتوافق طرح المقترح وموافقة الحكومة مع ما موجود في أصل الدستور. أما في حالة الطعن في قبول الطعن، يعني حقيقة أيضا لدينا حلول، أولا استخدام المادة 13 من قانون الإدارة المالية باعتبار أن السقف الكلي للموازنة التشغيلية هو المحدد في القانون، يعني ممكن نستطيع المناقلة في داخل السقف الأعلى اللي موجود في تلك المادة، وأيضا المشاريع المستمرة أيضا فيها سماحية بأنه تصرف على أساس الذرعة من قبل وزارة التخطيط وموافقة وزارة المالية. فأكو حل، أكو حلول أخرى أيضا ناقشناها في داخل اجتماعات مغلقة مع دولة الرئيس ومع الأخوة المختصين، يعني كل حادث حديث، يعني بالبداية ننتظر المقترح، ما صار عندنا الحل الثاني مادة 13، ما صارت عندنا حلول أخرى إن شاء الله في وقت.